أمس الأول صدر قرار من الحكومة بزيادة أسعار الوقود، 150 جنيه زيادة على سعر الجالون البنزين، ومية خمسة وعشرين زيادة على سعر الجالون الجازولين. بصورة مباشرة أثرت الزيادة دي على حياة الناس البسيطة. حياة الناس البسيطة، لما نقول حياة الناس البسيطة دي منه؟ ديل الناس اللي بيركبوا المركبات العامة المواصلات، ديل الناس بسطة، هم العمال، هم المنتجين، هم الطلاب. دي الشرايح اللي بترعاها الحكومة والدولة، نفترض انها ترعاها، لأن الموظف والمنتج والعامل والطالب هو بيستغل الوسيلة بتاعت المركبات العامة دي وبيصل بها للحقل أو للعمل أو للمدرسة أو لغيره، ما عنده وسيلة خاصة. الحكومة في ظل الزيادات المستمرة اللي بتعمل لنا بشكل يومي زادت السعر ده على الوقود. بشكل مباشر ارتفعت أسعار المواصلات الداخلية واللي بين المدن، نقل العام بموجبه ارتفعت أسعار الشحن والبضائع وكده. السوق زاد زيادة سريعة في لحظة لأرقام بعيدة جدا. لما جاء وزير النفط والغاز أو الطاقة والنفط جادين على العبيد ودار يبرر للشتم ده، قال نحن الزيادة دي عاملينها لمصلحة الشعب وعشان الشعب السوداني يعني يلقى الحاجة دي في حياته اليومية، إنه الزيادة دي إن شاء الله لمصلحة الشعب السوداني. الكلام ده لو قلته لطفل ولده اليوم ما بصدق الكلام الفارق اللي قاله الوزير. يعني وزير بيزيد أسعار الوقود والحاجات في السوق بتزيد، المواصلات بتزيد، النقل العام بيزيد، كل شيء بيزيد، ويقول لك لمصلحة الشعب السوداني. دي ما بقول لزول إلا مخدر أو زول في برج عاجي، لكن منطق ما بتجي. ليه؟ لأنه طوالي بكرة زادت المواصلات داخلية وبين المدن، وخرجت عن الخدمة أكثر من 50% من العربات الموجودة بسبب الزيادات دي اللي أثرت في الأسعار وأثرت في التشغيل، بالتالي أخرجت بيوت وأخرجت مؤسسات وأخرجت عربات من الخدمة. تأثرت أسر وأفراد والمواطنين بشكل عام. يعني واحد أول أمس بيجرد في مواصلات يومية لعامل بسيط، جا من بحري، جا الخرطوم، مشى أم درمان، جا راجع الخرطوم تاني، رجع آخر اليوم بحري لمنزله 1000 جنيه. يبقى يا سعادة الوزير جادين على العبيد، يعني كيف كده دي جات لمصلحة المواطن؟ بس بيتفهم يعني. إذا أنت تتكلم عن مواطن بسيط دايروا 1000 جنيه مواصلات. إذا تتكلم عن طالب دايروا 300 إلى 400 جنيه مواصلات. أنتوا حتدوا للمواطن ده كيف يعني؟ حتكون من مصلحة المواطن ده كيف؟ هل أنتوا بتشيلوا قروش بتدخلوها للمواطن ده في جيبه عشان يدفع لكم الألوفات دي عشان يقدر يمشي حياته اليومية؟ ولا أنتوا بتقولوا في كلام ذاته ما مقتنعين به ولا ما مصدقينه ولا ما فاهمينه؟ المهم ده الشيء اللي حصل، وده الشيء صدر من وزير الطاقة والنفط اللي هو جادين على العبيد. كلام مضحك، كلام مبكي، كلام مؤسف. دي بتورينا الغيبوبة اللي عايشة فيها الحكومة دي. نمشي لموضوع تاني وموضوع مهم، موضوع الدواء والعلاج ده. الزول ممكن يتحمل الجوع، ممكن يتحمل انه مواصلات ما في، الغلاء دي كلها ممكن يقدر يتعامل معاه، لكن يتحمل كيف انه علاج ما في؟ يتحمل كيف انه يمشي لمستشفى او صيدلية وهو بين الموت والحياة وما يلقى علاج؟ دي يتحملها كيف؟ انه الدريب يكون ماف، انه البنادول يكون ماف، وانه الحكومة ما عندها قروش عشان تجيب الدواء، انه بيجتمعوا امس عشان داري يشوفوا طريقة يحلوا مشكلة الدواء، خلي الكهرباء، خلي الحاجات دي كلها، بس العلاج.
ما في علاج، ما في دواء، صيدليات فاضية، المستشفيات فاضية، الموت بسبب انعدام العلاج كثير جدا. خلي الكورونا، خلي الحياة الثانية. علي هباني ده ناشط سياسي ومعروف جدا، وعنده باع كبير جدا في الشتاء، ما في التغيير باللايفات بتاعته، المشاهدة بنسبة عالية، وبوجوده الميداني في لحظات كان الحراك الشعبي والحراك العام في الشوارع. وهو الآن بينتقد الوضع الحاصل ده وبيعيش معاناة الناس، وده من الناس اللي لهم سهم في التغيير وفي الثورة وفي الحراك. ما عارف بيقدر ينكر له، المتفق معه ولا المختلف معه. ده علي هباني واحد من الناس ديل. علي هباني في المقطع ده وهو بيتكلم عن الأزمة وبيخاطب في الحكومة وبيطالبها بأنها تمضي تتخارج، يعني لأنه رجعت الناس 200 سنة لورا. كده نشاهد علي هباني في المقطع اللي تمت مشاهدته بشكل كبير جدا في لايف على صفحته في الفيسبوك، وهو من الداعين كانوا والقداميين جدا في الثورة وفي الحراك وفي التغيير. نشوف موقفه ده ونشوف كلامه ونرجع. أنا ما بتقول زعل ما يعني ما بتحس بأنه شنو الناس زعلانين وفاكرين إنه الناس زعلانين فعلا إنه الشعب السوداني قاعد يموت. كويس؟ ما الناس قاعد يموت بالعربات. ما لاقي لا مسيفة لا دواء. يا أخي الأنسولين حبة الأنسولين كويس، ولا هي حقنة الأنسولين اللي تاخذها من السماسرة حي من بابرة في الشارع حقوق فاسدة أو حقن فاسدة بخمسة مليون بعشرة مليون. يا أخي معقولة يا أخي ما لا شنو الشعب السوداني قدر كذا. أطلب صراحة وأفتح البلد دي خلوها مفتوحة، أبدع شرط يجيب الحاويات يجيب كويس أفتحه، لكن ما تقفل البلد كله تخلوا الناس يموتوا. لا في لا بنسلين، لا في أدوية حقت ملاريا، لا في أدوية حقت ضغط، لا في أدوية حقت سكري، لا في أدوية حقت قلب، لا في ما في أي حاجة. البلد دي ماشي على تهلكة. الناس اللي يقول حاجة والله الموت اللي بالجملة في السودان كويس، والله اللي موت في السودان ولا عمرت الحروب ولا عمرت الحروب في اطراف السودان. يا اخي ما ممكن تكون اهمال بالطريقه دي. انتوا فاشلين. وين زول بيتكلم بيقول حمدوك كويس؟ فاشل. الطريقة الاهمال الليله تمت للشعب السوداني دي ما حصل طريقه اهمال. ما ممكن تهمل في اي حاجه. يا اخي قفلت المدارس ما في صار. قفلت لا رفعت يدك من اي حاجه في البلد، اي حاجه رفعت يدك عنها. كويس؟ رفعت يدك عن البنزين، رفعت يدك عن العيش، رفعت يدك عن اي حاجه. يا اخي ما ممكن ترفع يدك عن الناس. يا اخي ما طالبين منكم الناس انت عجون، طالبين منكم توفروا لهم. انت بتقول خزنه الدوله ما فنيه، قال بيشيل قروش منو؟ القروش اللي بتشحدوها بيسيمها دي قاعد يشيلها منو؟ ما ممكن اصو ما ممكن يستمر الوضع ده مهما كان الوضع ده مستمر. ما ممكن الليله ما في بيت الليله ما عامل فراش، ما في بيت الليله ما في زول ما عامل فيه فراش، وثلاثه واربعه في البيوت في البيت الواحد، ثلاثه واربعه يموتوا بالكورونا بعد من الاهمال، لا قادرين تقفلوا البلد، لا قادرين توفروا العيش، لا قادرين توفروا البنزين، انتم منو يا اخي؟ قد تفكر هي مين يا اخي؟ كرهتونا يا اخي؟ دمرت السودان؟ الناس بقت تعال نحن انتم طلعتوا روحنا، احنا ما طلعنا روحك، احنا جفنا الطلاس في الثوره ما عندنا بون علاقه، ما بنعرفون. شبكتهم كلنا كلها يا هونديل حمدوك المؤسس والمجين حجر والزفت ده مؤسس ده أساس السودان بطريقة لي ده مال الشعب السودان ده موت الليلة ده الموت الحاجة اللي حصل في السودان الليلة موت نفقدها فيها هنو كل يوم. ده علي هباني وهو بيلخص الأزمة في موضوع الدواء، لأنه فعلا موضوع ما بيتحمل يعني، لكن الأزمات ما كثيرة، أزمات في الرغيف، أزمات في المواصلات، أزمات في الوقود، أزمات في السوق، أزمات في الكهرباء، أزمات في المياه، أزمات كاملة وشاملة وكبيرة، لكن ده موضوع الدواء بس. وبيتكلموا عن انفتاح خارجي وعن علاقات وعن يعني تأقلم جديد مع المجتمع الدولي، وإنه البلد بتمضي للأمام والناس ما قادرين يجيبوا دواء. الصرخة دي من علي هباني، ودي صرخة بتعبر عن الشعب السوداني الآن اللي بقى صعب إنه يتحصل على الدواء بقروشه. يعني الناس مستعدة تدفع ملايين عشان تتحصل على الدواء، ما لاقيه لأنه ما في. الناس بقت الآن السيزول عنده برا السودان زول وكذا يرسل له الدواء. نحن وصلنا لمرحلة إنه الناس لما تكون مسافرة من الدول الثانية وراجع السودان كان بيشيل معها رغيف
في الطيران ده ناس بيشيل معاه رغيف. خلي مرحلة الدواء والحاجات دي. الآن الحكومة دي عاجزة في أنها تقدم حلول، وعاجزة في أنها تطلع للناس تواجههم. تسأل منو ذاته بس إذا غندت تسأل منو؟ مجلس الوزراء ومعه ناس غحت القاعدين في مجلس الوزراء المدنيين، ولا حركات المسلحة اللي جات بقت شريكة في الحكم، ولا المؤسسة العسكرية، الجيش، ولا الدعم السريع؟ البلد دي حاكمة منو ذاته؟ رئيس وزراء صوري، رئيس مجلس السيادة ما همه مشاكل الناس، نائب رئيس مجلس السيادة قايم وقاعد في حاجاته الخاصة، كل يوم في طيارة وكل يوم في بلد وكل يوم في زيارة وكل يوم تغريدة في الفيسبوك وغيره، وما عنده علاقة باللي بيحصل. كل ذو شغال لنفسه وشغال لمصالحه، وفي ده الشعب السوداني هو اللي بيعاني وهو اللي بيواجه المشكلات الحقيقية، والناس دي عايشين في أبراج عاجية ومرتاحين وما همهم حاجة.